هاي جايز، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير تفاحة السكر أو تفاحة العنبر. المكونات بدنا كبيتين من السكر، ربع كباية مي، معلقة صغيرة من الخل الأبيض أو حامض، وكمان بدنا ملون للأكل أحمر. أول شي منبلش بتغسيل التفاحات، وهلأ مثل ما شايفين عم نحط السكر. وهلأ منضيف المي ومنحطه على نار وسط، بعدين منحرك منيح لحتى يوصل المي لكل السكر وما يحترق السكر، لأنه رحنا ما بدنا إياه يصير كراميل. وهلأ منضيف معلقة الخل، بعدين منضيف الملونات. ووقت يبلش يغلي منتركن شوي وبعدين منشيلن من على النار. ومنحط هلأ عودة خشب بقلبها للتفاحة، وبعدين منغمسها بقلب الخليط. ومثل ما شايفين ما عم نخلي ولا طرف من التفاحة مش محطوط عليه هيدا الخليط. وكمان فيكن انتو تقطعوا تفاحة وتحطوا كمان تغمسوها بهيدا الخليط، بتطلع كمان كتير طيبة. وبعدين منتركن شوي لحتى يجمدوا، وهيك صحة وهنا بيكون خلص الفيديو لليوم. ما تنسوا تعملولنا لايك وسبسكرايب. See you in the next video. Bye.